أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. لم تصدر السلطات التونسية أي توضيحات بخصوص قبولها ترحيل مئات التونسيين من فرنسا بعد تحركات دبلوماسية قادتها باريس. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنها أتت أكلها عكس ما حصل مع الجزائر والمغرب، ويقدر عدد التونسيين الصادرة في شأنهم قرارات ترحيل ب3424 حسب أرقام رسمية كانت قد تداولتها الصحف الفرنسية. ومع بداية رحلات الترحيل، تم اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 إيقاف مفتش عنه من أجل الانتماء لتنظيم إرهابي كان ضمن المرحلين من فرنسا، وحجز مبلغ مال لديه من العملة الأوروبية يبلغ 4070 أورو. وفي التفاصيل، ذكرت إذاعة جوهرة أن مطار طبرقة استقبل اليوم مجموعة من التونسيين الذين تم ترحيلهم من فرنسا بسبب عدم حصولهم على وثائق الإقامة. وأضافت أنه بعد وصول المرحلين إلى المطار وأثناء عرضهم على الناظم لالي، تبين أن شخصاً في العقد الثالث من عمره وأصيل مدينة جرجيس صادرة في شأنه 3 بطاقات تفتيش من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، مبرزة أنه مطلوب لفائدة الوحدة الوطنية لمقاومة الإرهاب. We'll be right back.
ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.